أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى برنامج حدث اليوم الذي نسلط فيه الضوء على أبرز الأحداث لهذا اليوم. قصتنا الأولى عراقية وفي تفاصيلها. المتظاهرون يدشنون حملة مقاطعة للبضائع الإيرانية ويحتشدون في البصرة وبغداد، والأمن يتصدى بقنابل الغاز. قصتنا الثانية عراقية أيضا وفي تفاصيلها. بغداد ترفض التدخلات الإقليمية والدولية في شؤونها ودعوات لعصيان مدني حتى استقالة الحكومة والبرلمان. قصتنا الثالثة من لبنان وفي تفاصيلها. تظاهرات حاشدة في طرابلس، بيروت تتأهب لمسيرات مليونية غدا، ومصرف لبنان ينفي تأثر البنوك بالاحتجاجات. أما قصتنا الرابعة فستكون من الجزائر وفي التفاصيل. هيئة الانتخابات تعلن قبول ملفات 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية وتعد بإجراءات صارمة لضمان نزاهتها. ساعتنا الأولى نبدأها من العراق الذي يشهد لليوم التاسع مظاهرات احتجاجية ضد الفساد وللمطالبة بإسقاط النظام. مصادر أمنية عراقية قالت إن آلاف المحتجين حاولوا إغلاق كل الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر بمدينة البصرة، فيما أفادت المفوضية العراقية لحقوق الإنسان بإصابة نحو 120 شخصا أثناء محاولة تفريقهم. كما أغلق المحتجون طرقا مؤدية إلى حقل مجنون النفطي ومنعوا الموظفين من الوصول إلى هناك. من جانبه أشار مراسل الحدث إلى أن أعداد المتظاهرين في تزايد بساحة التحرير ومحيطها في بغداد، وأن القوات الأمنية تطلق قنابل الغاز والقنابل الصوتية بين حين وآخر لتفريق المتظاهرين، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات أمس إلى 3 قتلى وأكثر من 300 مصاب. عبر الهاتف من بغداد معنا مراسل الحدث ماجد حميد. مساء الخير ماجد، كيف هي الأجواء الآن بالعاصمة؟ نعم، هدوء تام بالقرب من جسر التحرير وكذلك جسر السنك. قامت القوات العراقية بغلق طرق في شارع أبو نواس، لكن تمكن المتظاهرون من إعادة فتح هذه الطرق. بدأت الآن في شوارع العاصمة العراقية بغداد مظاهرات من خلال السيارات التي تجوب أحياء العاصمة، إن كان في جانب الكرخ والرصافة، وما زال أيضا آلاف المحتجين والمتظاهرين يحتشدون في ساحة التحرير. القوات الأمنية تمنع الاقتراب من الحواجز الكونكريتية التي وضعت على جسر الجمهورية وجسر السنك، وأيضا هناك مظاهرات أخرى امتدت على ضفاف النهر ما بين جسر السنك وجسر الجمهورية، ومظاهرات أخرى انطلقت باتجاه شارع أبو نواس الذي أغلقته القوات الأمنية ومن ثم عاد فتحه من قبل المتظاهرين. عملية الإغلاق تمت من قبل القوات العراقية لكي لا يتم توسيع المناطق التي تشهد تظاهرات. هي أكدت بأن المكان المخصص لهذه المظاهرات هو فقط ساحة التحرير، ولا يمكن للمتظاهرين أن ينتقلون إلى أماكن أخرى في العاصمة العراقية بغداد. وهذا ما أكده الناطق باسم وزارة الداخلية الذي تحدث بأن الوزارة ستجابه أي عملية خطأ للطرق الرئيسية في العاصمة. ناهيك عن المظاهرات في المحافظات الجنوبية التي بدأت تميل إلى الاعتصام، خاصة في ظل وجود تأكيد من قبل نقابة المعلمين بأن يوم غد سيشهد أيضا إضرابا من قبل هذه النقابة، بينما طالبت وزارة التربية بأن يكون يوم غد هو يوم دوام رسمي. أيضا قبل قليل من الآن أصدرت وزارة التعليم العالي بيانا أكدت فيه بأنه لا يجوز التظاهر أو التجمهر أو الاعتصام
داخل الحرم الجامعي، ومن يريد التظاهر فممكن أن يتظاهر خارج أسوار الكليات وبالمناطق المحددة لهذه التظاهرات في ساحة التحرير. لكن في نفس الوقت تحدثت بأنها ستتعامل وفق القانون مع المتغيبين عن الدوام الرسمي في الكليات العراقية. طيب، يعني أعود معك إلى نقطة أي إصابات اليوم وكيفية تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين سواء ببغداد أو حتى بالمحافظات الجنوبية، هل من إصابات؟ وأصلا ما هي حصيلة الأرقام؟ لأنه بالأمس يعني كان في ارتفاع سواء من ناحية عدد القتلى أو حتى الجرحى. نعم، إذا كنت تتحدث عن العاصمة العراقية بغداد، فإن فجر هذا اليوم فقط كان هناك إطلاق للغاز من قبل القوات الأمنية باتجاه المتظاهرين بعد استخدام كمية كبيرة للليزر باتجاه القوات الأمنية على جسر الجمهورية، إدى إلى وقوع إصابات. تتحدث المفوضية عن عشرات الإصابات، لكن حتى الساعة لا يوجد بيان رسمي حول عدد المصابين. لكن جنوبا هناك 120 مصاب من المتظاهرين بالقرب من ميناء أم قصر، هذا بناء على البيان الرسمي من قبل المفوضية العليا لحقوق الإنسان. تحدثت عن استخدام القوة المفرطة لتفريق هذه التظاهرات. محافظ البصرة أدان عملية الاعتصام بالقرب من الموانئ، وقال لا يمكن السماح لهذه الاعتصامات لأن الميناء يشكل شريان حياة اقتصادي للمحافظات العراقية كافة. المتظاهرين يؤكدون بأن عملية الاعتصام أو التظاهر بالقرب من المنشآت الحيوية هو لكي يتم إيصال صوتهم على حد قولهم للحكومة العراقية. ما زالت المظاهرات مستمرة في البصرة، ما زالت المظاهرات مستمرة في المحافظات الجنوبية التي لم تشهد أي صدام باستثناء البصرة. هناك نقطة مهمة هي مشاركة الحوزة الدينية وتحديدا الموظفين في العتبة العباسية بمظاهرات ضخمة في مدينة كربلاء أيضا ضد الفساد وضد المخاصصة. طيب، شو المعلومات ماجد الموجودة حول إعلان عصيان مدني غدا، هذا مؤكد أم لا؟ نعم، هناك دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا العصيان المدني، لكن الحكومة العراقية ترفض ما جاء من طلبات وأكدت أنه غير مسموح هذا العصيان المدني. نحن أمام نقابات دعت إلى هذا العصيان والإضراب، هي نقابة المعلمين، أيضا نقابة المقامين كانت قد أعلنت إضرابا عن الترافع أمام المحاكم العراقية. أيضا هناك مؤسسات حيوية ونقابات حيوية انضمت إلى الإضراب العام، هي أبرزها نقابة المعلمين. سنشهد يوم غد عدم دوام في عدد من المدارس، هذا سيكون موجود. لكن هناك تقريبا 4 محافظات أو 5 محافظات ما زالت مستمرة في العمل ولا يوجد فيها أي إضراب. نتابع معك كل تطور أول بأول. ماجد حميد مراسل الحدث حدثنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك. دور إيران في العراق بات محل انتقاد متزايد من قبل المتظاهرين، فاليوم انطلقت حملة شعبية تدعو إلى مقاطعة البضائع الإيرانية. لم يقتصر الأمر على ذلك فقط، فأعلام إيران باتت هدفا لنيران المتظاهرين ليشعلوها غضبا من نفوذها على الساسة ومطالبين إياها بالخروج من بلدهم. إيران في العراق حضور اقتصادي وعسكري وسياسي، لكن البعد الاقتصادي يبقى تأثيره وازنا وفق حملة عراقية على وسائل التواصل ربطت بين التدخل الإيراني وقمع التظاهرات والفساد والبضائع الإيرانية فدعت إلى مقاطعتها.
حجم التبادل التجاري بين البلدين يساوي 12 مليار دولار وفق الأرقام السنوية الصادرة من وزارة التجارة في العام 2018، لكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي زار العراق مؤخرا أعلن نية بلاده رفع الرقم ليصل إلى 20 مليار دولار سنويا بحلول العام 2020. مصادر تؤكد أن إيران تحصل مقابل صادراتها على مليارات الدولارات سنويا بصورة قانونية وغير قانونية رغم العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. ومن أبرز صادرات إيران للعراق الخضار بكل أنواعه، منتجات الألبان ولديها مصنع كبير في كربلاء، المعلبات بكل أنواعها، الحديد والأسمنت والطابوق ومواد البناء الأخرى، البتروكيماويات، الأسمدة الزراعية وغيرها، السيارات، الأسلحة والذخائر الحربية، السجاد والأقمشة، الكهرباء، الماشية من أبقار وأغنام، إضافة للدواجن والغاز السائل لتشغيل محطات الكهرباء. وبالمقابل لا تستورد إيران أي منتج عراقي. أشرف عبد الباقي، الحدث. ومن أربيل معنا الآن الباحث السياسي هو عثمان. سيد عثمان مساء الخير، أهلا بك معنا في حدث اليوم وعلى شاشة الحدث. البداية من حملة المقاطعة للمنتجات الإيرانية، كم هذا يعني يعتبر موقف فعال ويعني يمكن الالتزام به نظرا أيضا لعدد المنتجات التي يتم استيرادها من إيران؟ تحية إليك ولمشاهدي الحدث الكرام. طبعا حملة المقاطعة التي بدأت بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي ضد المنتوجات الإيرانية هو أيضا تعبير سياسي آخر على الرفض الموجود حاليا في العراق لإيران. يعني لو نظرنا إلى جميع التظاهرات في جميع المدن المنتفضة لشاهدنا خلافات كثيرة بين شعاراتهم. الشعار الوحيد الذي يجمعهم جميعا هو إيران برا برا، هذه نسمعها من أقصى الجنوب إلى بغداد، يعني في كل الأماكن، وهي نتيجة طبيعية برأيي لسياسة إيران في العراق خلال 16 سنة الماضية، سياسة هيمنة، سياسة إذلال للعراقيين ليس فقط في القسم العربي في العراق وإنما أيضا في القسم الكردي منه. يعني في كردستان العراق نشاهد كلما يأتي وفد رسمي إلى المنطقة يكون جزء من الوفد أو عضو فيه هو السيد جعفر سحرارودي قاتل الدكتور عبد الرحمن قاسملو في فيينا في عام 1998. يعني هذه الطريقة بالتعامل مع العراقيين هي الطريقة، هذه الفوقية بالتعامل مع العراقيين والإذلال كانت نتيجته ما نراه في المظاهرات. يعني الكثير من المتظاهرين، رأينا الكثير من الشعارات ضد إيران حتى في كربلاء، يعني بالقرب من مرقدي الإمامين الحسين والعباس، نرى الكثير من الشعارات. رأينا البارحة يعني شعارات بشكل واضح في السابق، يعني وهذا كله نتيجة تعامل الجار الإيراني مع العراق كحديقة خلفية. في السابق يعني كان حتى السياسيين عندما تسمعيهم البعض حتى يخاف أن يذكر اسم قاسم سليماني، يقولون يسمونه بالحجي. اليوم المتظاهرين يرفضون اسمه. طيب بالفعل ذكر اسم سليماني طبعاً، صحيح ذكر اسم سليماني، ذكرت نعم. إيران بكثير من المناطق وليس فقط بمنطقة واحدة، ويعني واضح الرفض الشعبي لهذا الموضوع، ولكن ماذا سيكون رد إيران سيد عثمان وطبعا أذرع إيران في العراق؟ طبعا شاهدنا الردود الأولية البارحة وقبل أيام عندما قال السيد خامنئي طلب وكأنه هو زعيم كل العراقيين أو القادة العراقيين، يقول لهم يحثهم على التعامل مع أعمال الشغب، ما سماها بأعمال الشغب في العراق وفي لبنان،
وبأنها مؤامرة أمريكية وإسرائيلية وما إلى ذلك من هذا الكلام طبعا. والرد عليه أتى من جميع يعني فقط تصفح صفحات السوشيال ميديا التواصل الاجتماعي يعني يري لنا كمية الرفض الشعبي، الحملة التي أتت لمقاطعة المنتجات الإيرانية أيضا دليل آخر على هذا الرفض الكبير لسياسة الإذلال الإيرانية في العراق. المفروض يعني أن تكون هذه التظاهرات جرس إنذار حقيقي لإيران للتعامل مع العراق كجار حقيقي وليس كحديقة خلفية. إذا ما دخلنا أصلا إلى تعامل السلطات العراقية حتى الآن مع الوضع، يعني في الشارع مازال في الساحات، والآن الحديث يدور حول عصيان مدني بطبيعة الحال. بالمقابل في عدة اقتراحات طرحت من مجموعة من المسؤولين السياسيين إلى جانب طبعا المرجعية الدينية وأيضا ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة التي شددت على موضوع الحوار الوطني. برأيك يعني ما الذي يبحث الآن بالأروقة السياسية؟ طبعا ما نسمعه من بعض الأروقة السياسية وما نسمعه من الشارع يرينا بشكل واضح بأن الطبقة السياسية في وادي والشارع في وادي، وعلى هذا الفراغ تلعب إيران. يعني اليوم بعد كل هذا القتل، بعد كل هذه الدماء وكل هؤلاء الجرحى واستخدام الكثير من العنف المفرط، آخرها كان استخدام غازات يعتقد أنها محرمة دوليا أو تستخدم في قضايا مواجهة الإرهاب وليس في مواجهة المدنيين المتظاهرين، يعني يرينا الفجوة الكبيرة الموجودة بين الشارع والطبقة السياسية. جميع ما أتت به الطبقة السياسية لحد الآن من مقترحات من خطابات لم يحدث أي تأثير في الشارع. الشارع لا زال مصر على مطالبه، وبهذا الفراغ تستغله إيران وأعوانها وميليشياتها في العراق باستخدام العنف، باستخدام الرصاص الحي، باستخدام الرصاص المطاطي، باستخدام القنابل الغازية بغرض القتل. يعني رأينا في الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي كيفية استهداف المتظاهرين بقنابل الغاز الحي، بدلا من الرمي بشكل عمودي أو للأعلى يرمون الإطلاقات بشكل مباشر إلى رؤوس المتظاهرين، كما شاهدنا في تقرير الأمنستي منظمة العفو الدولية هي أيضا تحدثت عن ذلك، العديد من الإصابات وتوجد الكثير من المشاهد الفيديوية التي تلتقط هذه اللحظات. صحيح. في لحظة قتل المتظاهرين بطريقة مباشرة. طيب يعني بعد هذا الموضوع أيضا كان في تصريحات للخارجية العراقية تحدثت فيها عن احترام أطراف خارجية للسيادة العراقية وعدم التدخل. الرسالة لمن كانت موجهة؟ لإيران أيضا أو في رسائل أخرى؟ طبعا هذه اللغة الفضفاضة أكل عليها الدهر والشارب. أعتقد أن الوقت متأخر جدا، يعني الخارجية العراقية اليوم المفروض كان أن المفروض أن توجه رسالة احتجاج مباشرة للسيد خامنئي بتدخله بطريقة حديثه مع القادة العراقيين، وكأنما هو يأمرهم بأن يتعاملوا مع هؤلاء المشاغبين على حد تعبيره. الحديث بلغة فضفاضة وبلغة عامة، أطراف خارجية، أطراف إقليمية، هذا لن يكون له أي صدى فيما يجري في التحرير. يعني اليوم يطالبون الموجودون في التحرير يطالبون بتغيير جذري لهذه الطبقة السياسية والنظام السياسي الموجود اليوم. ولكن في نفس الوقت هذه يعني يأتي خطاب الخارجية كجزء من الخطابات الأخرى الإنشائية الفضفاضة التي يسمعها الشارع من قادة الطبقة السياسية الحالية، التي يعني نرى بعد كل خطاب نسمع جميع التعليقات المضحكة بصراحة حول خطابات القادة العراقيين، وفي نفس الوقت يعني نسمع يبدو أنه توجد طبقة سياسية في العراق لا حول لها ولا قوة. طيب بس بموضوع تعليقات وتوجد قوات، وبس دقيقة لو سمحت، بس لو سمحتي، توجد طبقة سياسية لا حول لها ولا قوة، يوجد شارع منتفض، وتوجد ميليشيات على الأغلب تابعة إلى إيران، وتوجد بندقية يعني مسيطر عليها
من ما وراء الحدود من إيران تحديدا هي التي تقتل وتستهدف المتظاهرين اعتقادا منهم بأنهم بإمكانهم بالتحديد. أن يعيدوا نفس السيناريو الذي جرى في سوريا في العراق اليوم. بموضوع استهداف المتظاهرين، نحن كنا قد طلبنا من كل متابعينا يعني على شبكات التواصل الاجتماعي بتفاعل معنا وإرسال أسئلتهم، يعني العراق من الملفات الأساسية التي أيضا كنا قد طلبنا منهم تفاعل عليها. بعض هذه الأسئلة ننقله الآن. لماذا يستمر ضرب القنابل على الناس العزل؟ لماذا يستمر القتل؟ هذا الموضوع كنا نتكلم به معك أستاذ عثمان. يعني شو التبرير الآن لاستمرار استخدام العنف برأيك، وهل سيتصاعد الموضوع؟ يعني كما رأينا اليوم لحد هذه اللحظة والعصر تم استهداف شاب وقف على حافة أمام نهر دجلة، كان يؤدي رقصة البوبجي، هذه يعني شيء متداول بين الشباب، وقنصوه في رأسه. رأينا الفيديو المتداول، أعتقد بث يعني بث على قناة الحدث أو العربية أيضا. هذا بالرغم من ما تحدثت به المرجعية البارحة ومنعت إقحام القوى القتالية في مواجهة المتظاهرين، لا زال القتل مستمر، لا زال الاستهداف العنيف للمتظاهرين بغرض القتل مستمر. هذا يعني أنه من يقومون بهذا العمل ليسوا من أتباع المرجعية، لا يأتمرون بأمر المرجعية، يأتمرون بجهات أخرى ما وراء الحدود وتحديدا إيران، السيد قاسم سليماني والسيد خامنئي. يعني نسمع كثير، لحد الآن سمعنا عن اجتماعين أمنيين في بغداد ترأسهما السيد قاسم سليماني، نتمنى من الحكومة أن تنفي ذلك. على كل أن الفيديو يلي حضرتك ذكرته أستاذ عثمان نحن سوف ننقله الآن، ولكن كان المتحدث باسم القوات المسلحة على ما أعتقد قد نفى أصلا صحة هذا الفيديو، نتابعه في هذه اللحظات. فيديو عنيف بالفعل، يعني كنا قد نقلناه ونقلناه بهذه اللحظات. يعني لا أدري، هو في نفي من جانب القائد أو المتحدث باسم القوات المسلحة، القائد العام أصلا في نفي منه، بس على كل حال يعني أي نفي؟ إذا كانت هناك جدران كونكريتية بين المتظاهرين هو اتهمهم بالتمثيل بين القوات الأمنية التي ترمي منها. نعم، وكيف يعني هذا حتى في هوليوود ما راح يقدرون يمثلون هكذا مشهد. القضية واضحة، طفل مسكين واقف على هذه التلة ويؤدي رقصة البوبجي المشهورة في العراق. هل هذا يستدعي يعني هل البوبجي حرام إلى درجة أنه عليك أن تستهدف رأسه برصاصة؟ هذا ما يعيشه المتظاهرون اليوم، هذا ما تحدث عنه بالفجوة الكبيرة بين الشارع وبين أصحاب البنادق. يعني ما زلنا نتابع هذه الصور، وسننتقل أيضا الآن إلى تعليقات أخرى وردتنا كذلك حول الوضع بالعراق. كرار الزين قال الحكم الرئاسي في العراق هل يطبق وهل هو الأمثل؟ بالفعل أستاذ عثمان، يعني هذا ما يطرح الآن بقوة العامري، طرحه بالأمس وكان مطروحا من قبله من فترة سابقة، ولكن في حديث يدور حول هذا الموضوع، برأيك هل ستذهب تعديلات الدستور بهذا الإطار؟ يعني أكو برأيي الحديث عن حكم رئاسي في العراق هو من خيبة الأمل الكبيرة التي حدثت بعد 2003 بالنظام بالطبقة السياسية الحالية، وأصبح الجميع يلقي اللوم على النظام البرلماني. النظام البرلماني نظام عادة يكون جيد في البلدان يعني المتعددة القوميات والمذاهب والبلدان التي فيها أكثر من نوع أو لون أو شكل واحد في البلاد. المشكلة الحقيقية في البلاد ليست هو أن يكون هناك نظام رئاسي. العديد من الكتاب والمفكرين يقولون بأنه إذا عدنا إلى نظام رئاسي قد تكون هذه هي ستكون الخطوات الأولى بالمضي نحو الدكتاتورية والعودة إلى
وضع عسكري قوي غير يعني الكل جميع الحريات تقمع فيه. هذا طبعا أمر إذا نظرنا إلى تفاصيله، إذا دخلنا نعم. وراء العنوان، عنوان النظام الرئاسي، سنرى الدخول في يعني إلى عالم الديكتاتورية مرة أخرى. يعني نعم. الحقيقة المشكلة الأساسية في العراق ليست في النظام أو حتى في الدستور، ربما تكون هناك بعض التعديلات التي يجب أن تجرى على الدستور. المشكلة الحقيقية هي في الطبقة السياسية الفاسدة التي أتت وتحاصصت على كل شيء عثمان. في العراق. والفساد هو الذي جعل هذا الكم الغضب الهائل. خليني بس أتابع معك أسئلة متابعينا، يعني حتى نكون حاولنا قد ما فينا يعني نكون تابعنا هذه الأسئلة. في سؤال آخر من طه واحد ريفوليوشن، لماذا لا تقوم جهات سياسية أعطاء أوامر بتوقف عن إطلاق النار على المعتصمين بساحة التحرير؟ هل القوات الأمنية المتواجدة عن جسر الجمهورية تابعة لجهات حزبية؟ وما موقف الجهات المختصة بشأن تدخل قاسم سليماني؟ هناك أنباء تقول أنه قائد الحرس الثوري موجود. طيب، أيضا في تعليق آخر وسؤال آخر، الحكومة متمسكة بالسلطة، سيف العبيدي طرحه، الحكومة متمسكة بالسلطة بقوة والشعب لا يتراجع عن مطالبه وثورته، إلى أين سوف تتطور الأمور بالأيام القادمة؟ بأقل من دقيقة أستاذ عثمان، لماذا لا يتم وقف إطلاق النار وإلى أين ستتطور الأمور برأيك؟ طبعا كما قلت الحكومة الحالية لا حول لها ولا قوة، هذا ما يبدو. يعني السيد رئيس الوزراء صار لأسبوع، أكثر من أسبوع من خطابه الأخير قبل التظاهرات، مختفي، لا نراه لا نسمع به. ولهذا يبدو أن صاحب البندقية ليسوا من المؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد، ربما هي تابعة لجهات إيرانية أو ميليشيات غير منضبطة لا تسمع حتى كلام المرجعية. هذا من جانب. بالنسبة للسؤال الثاني، أين المفر، إلى أين النتيجة؟ علينا أن نرى. يعني الشارع لا يبدو عليه أنه سيتراجع، مع كل يوم يزداد عدد المتظاهرين، مع كل عنف جديد يزداد عدد المتظاهرين والمصرين على تغيير هذه الطبقة السياسية. ويبدو أنه لحد الآن الحكومة إرادتها مسلوبة، يبدو أنه الأمور ليست بيدهم، والجهة التي تحاول أن تقمع المتظاهرين بالسلاح والغاز والقناص سيد عثمان تتقلص شعبيتهم أو يزداد الكره الشعبي لهم يوما بعد يوم. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا بحدث اليوم من أربيل، الباحث السياسي هو عثمان. مدينتان وقصتان وانتفاضة واحدة، الشعار إسقاط النظام. ليس النظام بمعناه الذي أشعل الربيع العربي منذ سنوات، بل المنظومة الطائفية والفساد والشلل السياسي. المحتجون الشباب دون 25 يتقاسمون مطلبي الحياة والعدالة. من كان في الخامسة في ثورة الأرز عمره 20 سنة اليوم، وفي الخامسة عند سقوط صدام ف22 عاما. الرابط السياسي سواء في لبنان أو العراق رفض الطائفية كما الرفض للميليشيات هنا وهناك، ومن خلفها الرفض لنفوذ إيران. بغداد حرة حرة، إيران برا برا، بغداد حرة حرة، إيران برا برا. في العاصمتين جسران ورمزان، جسر الرنج وجسر السنك. أما التجمهر الأكبر أمام المطعم التركي في بغداد، وفي بيروت المسرح البيضاوي. بين هذه وتلك جسر من الهتافات فوق بحر من القلق، والفارق بين المشهدين مئات الضحايا سقطوا في العراق. حنين الشولي، العربية. والآن معنا عبر الهاتف أيضا من بغداد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان العراقي أرشد الصالحي. سعادة النائب مساء الخير، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. أبدأ مع حضرتك بالتطورات الأساسية الأتية من الأرض، عدد من القتلى ومن الجرحى يموتون مباشرة ويصابون بقنابل الغاز المسيلة للدموع، سواء بانفجار هذه القنابل أو حتى يعني الغاز الخارج منها. بالنسبة لكم كلجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، هل تتعاملون مع هذا الموضوع وكيف؟ شكرا جزيلا. أولا لجنة حقوق الإنسان
تتابع القضية منذ أول لحظاتها، وأمن العراق أيضا يحدد أمن دول الجوار، أيضا كل دول الجوار أيضا تتحدد أمنها بأمن العراق. أي فوضى في العراق حتما ستؤثر على دول الجوار. في لجنة حقوق الإنسان التقينا مع مفوضية حقوق الإنسان ومع المنظمات المدنية ومع تنسيقيات التظاهرات وأخيرا مع القيادات الأمنية. للأسف الذي حصل أن التظاهر السلمي حق مكفول كفله الدستور، ولكن هنالك من يستخدم الاحتكاك مع القوات الأمنية. لكننا نؤكد على القوات الأمنية إيقاف استخدام الغازات المسيلة للدموع والتي تضرب بشكل مباشر على الرأس وعلى الجسم مباشرة. هذا ممنوع. طيب بس لنقسم الموضوع، لأن حضرتك تتحدث عن يعني أنه في طرفين مسؤولين. بداية حضرتك تقول أنه المتظاهرون هم الذين يحتكون بالقوات الأمنية، وبالتالي تضطر القوات الأمنية لاستهدافهم بالقنابل. لا، أنا أكدت أنه المتظاهر السلمي حق طبيعي أن يتظاهر، ولكن في نفس الوقت عليه أن يبتعد عن الاحتكاك، والقوات الأمنية عليه أن يكون ضابطا لنفسه، أن يضبط نفسه ضبط النفس من صميم عمل القوات الأمنية. نحن في فيديو انتشر سعادة النائب، يعني أنا لا أدري أنتم إذا أيضا تقومون بجمع الفيديوهات وما يتم نشره. في فيديو انتشر بكثرة نقلناه قبل قليل لاستهداف أحد المتظاهرين يقوم برقصة على إحدى التلال، وهو بعيد، يعني واضح أنه بعيد عن القوات الأمنية ولا يقترب بطريقة الاشتباك. هذه الصور مثلا أنتم كيف تتعاملون معها؟ أنا لا أخفي عليكم، لدينا لجنة مكاتب الرصد الخاصة بالمفوضية تجمع كل الأدلة وكل الوثائق التي تؤكد على وجود هذه الانتهاكات الجسيمة. نعم، هنالك انتهاكات جسيمة، وهذا غير مقبول لا في قواعد الاشتباك ولا في مبادئ حقوق الإنسان. نعم، نجمع هذه الأوليات وهذه الفيديوهات وهذه الصور، وهي توثق من قبل اللجان المدنية، من قبل المفوضية، وكذلك اليوم لجنة حقوق الإنسان على وشك إكمال تقريرها النهائي بهذا الخصوص. وبالأخص عندما كانت هنالك نتائج اللجنة التحقيقية الحكومية كانت مخيبة للآمال. لذلك أنا دعوت قبل قليل وأدعوها الآن إلى القوات الأمنية بضرورة الإيقاف الفوري لاستخدام الغازات المسيلة للدموع بهذه الطريقة التي تؤدي بإصابات مباشرة واختناق وحروق على الجسم وإلى الوفاة أيضا. حضرتك تقول سعادة النائب أنكم سوف تنتهون من إعداد التقرير، وأنتم ترفضون أصلا أو يعني تعترضون على التقرير الذي صدر من اللجنة التي قيل إنها لجنة الاستقصائية المستقلة في وقت سابق، بس بنفس الوقت ما هي يعني القدرة أو فعلا يعني ما قدرتكم على التأثير من ناحية إمكانية يعني الوصول إلى قرار بوقف إطلاق القنابل المسيلة للدموع واستهداف المتظاهرين؟ هل يعني يمكن للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فعلا أن تصل إلى مرحلة أنه توقف هذا الموضوع؟ أولا، اللجنة ليست لوحدها تطلب هذا الأمر، مجلس النواب العراقي كلها تطلب الإيقاف الفوري لهذا الأمر. نعم، أكيد لدينا تأثير على القوات الأمنية من عدة أيام كان يستخدم بشكل أقوى. اليوم بدأت تستخدم بشكل أخف من الأيام السابقة، ولكن نحن حتى الاستخدام البطيء لا نريدها. نريد إيقاف فوري لاستخدام الغازات المسيلة للدموع، لأنها تستخدم بطريقة غير فنية ومخالفة لقواعد الاشتباك التي أجمعت عليها الاتفاقيات الدولية. نحن في وضع لا يحسد إليه، نريد ضبط الأمن داخليا وضبط الأمن خارجيا. البلد يجب أن لا تصل إلى هذه الدرجة بحيث يحترق الجميع. وأدعو قواتنا وأدعو المتظاهرين أيضا بالحفاظ على سلمية تظاهرهم، هذا حقهم الطبيعي. الفساد كان مستشري، وذلك انتهاك لحق الإنسان العراقي. لا يوجد هنالك استراتيجية واضحة منذ 16 عاما. لذلك أدعو أيضا أخوتي المتظاهرين
الحفاظ على سلمية تظاهرهم كي لا يكون هناك حجة للقوات الأمنية أو من يتلبس باسم القوات الأمنية أن يستغل هذا الوضع ويعتدي على المتظاهرين السلميين. هذا الأمر مطلوب من قبل البرلمان العراقي وتحديدا من قبل لجنة حقوق الإنسان. شكرا جزيلا لك سعادة النائب أرشد الصالحي، حدثنا عبر الهاتف من بغداد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي. إلى نظرة اقتصادية الآن، لاسيما حول ما يتم تداوله عن حملة المقاطعة للمنتجات الإيرانية بالعراق، مع ضيفنا من لندن المحلل الاقتصادي باباك إماميان. سيد إماميان مساء الخير، أهلا بك معنا بحدث اليوم. بداية، يعني حملة مقاطعة من هذا النوع كيف سيكون تأثيرها اقتصاديا؟ الاقتصاد الإيراني يعاني بسبب العقوبات الأمريكية، وإيران تحتاج لأي دولار تحصل عليه من أي بلد كان، والعراق هو سوق مهم جدا للصادرات الإيرانية، والمنتجات الإيرانية ليست منتجات تنافسية على الأسواق العالمية، فلو تنافست هذه المنتجات الإيرانية مع منتجات أخرى لن يشتريها المشترون. وإيران من خلال منتجاتها في العراق تمارس نفوذا سياسيا، ولذلك من الأهمية بمكان لإيران أن يكون لديها نفوذ سياسي واسع النطاق في العراق. طيب، بالنسبة لي، يعني حضرتك تقول أنه هذه المنتجات ليست منتجات تنافسية، هذا يعني أنه يمكن تأمينها من مكان آخر، صحيح؟ بحال تمت مقاطعتها. نعم، فثمت حوالي 40 مليار دولار من المنتجات، يعتذر المتحدث ويقول 15 مليار دولار، أي ما يساوي 40 مليون دولار يوميا من المنتجات الإيرانية التي تعبر الحدود العراقية، وهذا طبعا يعتبر أو يؤدي إلى 50 مليار دولار حجم الصادرات الإيرانية إلى العراق، وهذا مهم جدا. وهذه التجارة قد توقفت في الأسبوعين الماضيين تقريبا. بالنظر أيضا إلى العقوبات المفروضة على إيران وموضوع يعني المبادلات وتعامل الاقتصادي معها، كم يمكن فعلا لحملة من هذا النوع أن تؤثر عليها؟ في الوقت الراهن تبيع إيران ما بين 100,000 إلى 500,000 برميل من النفط، ويتم ذلك كله بطريقة غير شرعية، ويصعب على إيران تحصيل هذه الإيرادات. وإيران تبيع إلى العراق تحصل على الإيرادات بسهولة، وبالتالي فإن إيران تعتمد بشكل كبير على السوق العراقي والسوق السوري والسوق اللبناني، وهذه الأسواق وكما قلت من قبل يمكن لإيران أن تبيع فيها منتجاتها، ولديها هناك نفوذ سياسي. وخلال حوالي السنة الماضية سعت إيران لاستبدال الأسواق الأخرى بالسوق التركي لبيع المنتجات الإيرانية هناك واستيراد المنتجات التركية. طيب، بموضوع أيضا تصدير المنتجات الإيرانية إلى العراق، خرجت تقارير في أوقات سابقة تفيد بأنه أصلا الصفقات المعقودة حول بعض المنتجات فيها مبالغة كبيرة بالأرقام، فيما وصف أنه هي محاولة لتمرير أموال لإيران بطريقة أخرى. هل هذا صحيح؟ هذا موجود بالعراق الآن؟ نعم، ثمة أرباح هائلة يتم تحقيقها في الوقت الراهن من خلال التجارة بين إيران والعراق للجانبين الإيراني والعراقي. وإذا أصبحت هذه
اتفاقات أو هذه العمليات البيع الشفافة فإنها سوف تكشف ما يتم في الخفاء، والمستهلكون العراقيين ينبغي أن يكونوا منفتحين على الأسواق العالمية ولا يقتصر العمل التجاري مع إيران فقط. بالنسبة للصادرات العراقية إلى إيران، يعني الأرقام تقول أنه هي تقريبا تعادل الصفر، هذا صحيح؟ نعم، هناك القليل جدا من الصادرات العراقية التي تذهب إلى إيران، ولكن يجب أن أقول أن عراقيين استثمروا في إيران في قطاع الفنادق والعقارات، وكلهم خسروا أموالهم بسبب خفض قيمة العملة الإيرانية. هناك شيء يتعلق بإيران بالعراق عفوا، وهو استقرار العملة العراقية. إذن بالنسبة للعراق فإنه يبيع ما بين 4 إلى 5 مليون برميل من النفط يوميا، ثم لدى العراق عملة مستقرة، وفي المقابل فإن إيران لا تبيع إلا القليل من النفط ولديها عملة ليست مستقرة وهي تفقد قيمتها دائما. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا بحدث اليوم، ضيفنا من لندن المحلل الاقتصادي باباك إماميان. حدث اليوم مستمر معكم، وفيه أيضا نقابة القضاة الجزائرية تحذر من أي إجراءات ضد القضاة وتتوعد بموقف صارم. طول ترقب وانتظار أعلن حمدوك التشكيلة الوزارية، ما هي النقطة الأساسية التي ستنطلقين منها وتعتبرين بأنها هي الأولوية المطلقة الآن للسودان؟ الشيء اللي حصل ده شيء كويس جدا، وهي مرحلة انتقالية. الآن في السودان في تغيير شامل كامل. سقف الشارع يتوقع أن تكون هذه الحكومة حكومة أفضل من الحكومات السابقة. لقاؤنا هذا تزامن مع خروجك للتو من أول اجتماع لمجلس الوزراء، ما هي أبرز الملامح وما تم نقاشه؟ ها نحن الآن نبدأ بالبداية مباشرة في ملف السلام عن طريق مجلس السيادة وعن طريق رئيس الوزراء. وعلى الحرية والتغيير اجتزعت الاتفاق وحصرته في مؤيديها أيديولوجيا، تعيين بعض الذين تفاوضوا في مناصب وزارية لهم على فكر خطير. رفع تعليق قضية السودان في الاتحاد الإفريقي، ما الذي يعني هذا القرار وردود الفعل إلى غاية الآن؟ نحن محتاجين لهيكلة الدولة السودانية وبناء دولة تحترم التعدد والتمايز. هناك خطوات للنجاح، خطوات للعمل، خطوات للحوار، خطوات لكل شيء، وهنا تبدو الأمور مختلفة، حيث تتأثر حياة الناس ونحن نسأل ونناقش، لا نتقيد بالخطوات. خارطتنا هي المعلومة، وهدفنا هو ذلك الحدث. استوديو الحدث مع محمد أبو عبيد، يومياً 12 على شاشة الحدث. أحييكم من جديد. أعلنت الهيئة الانتخابية في الجزائر تأهل 5 مرشحين إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من ديسمبر المقبل، بينهم رئيسا حكومة سابقان وجميعهم من نتاج النظام الذي ترفضه الاحتجاجات المستمرة منذ أشهر. جاء هذا الإعلان غداة مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف من الجزائريين للأسبوع 37 على التوالي للمطالبة برحيل النظام السياسي ورفضا لإجراء الانتخابات الرئاسية. 23 فقط من 143 تقدموا للدفع الملفات الترشح، يعني ما يقارب أقل من 6% من الذين سحبوا الاستمارات تقدموا للدفع ملفاتهم قبل يوم 26 أكتوبر. هذا عدد تاع الاستمارات 10 ملايين كان ممكن يعني يوحينا في البداية بأن يكون هناك
عدد كبير من المترشحين، لكن 23 مترشح فقط تقدموا، ومن بين 23 مترشح الذين تقدموا لم يستطيعوا كلهم بالوصول إلى استكمال كل الشروط المفروضة في القانون. النتيجة اليوم تأتي بتكذيب كل المشككين في قدرة السلطة الوطنية المستقلة الفتية، كل المشككين في نجاح الاختيار للذهاب لانتخابات حرة ونزيهة لإخراج بلادنا من الوضع المؤلم الذي أراد البعض، وأقول بعض المفسدين، أن يضعوها فيه. إذن مشاهدينا، كما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات بالجزائر فإن 5 مرشحين فقط قبلت أسماؤهم وترشيحاتهم إلى الانتخابات الجزائرية المقررة في 12 من ديسمبر. لنلقي نظرة على أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في الجزائر. نبدأ من عز الدين ميهوبي، وهو خريج معهد اللغة والأدب العربي عام 1979، وهو المرشح عن حزب الأرندي، وهو أيضا كان وزير الثقافة بين 2015 وصولا إلى العام الحالي 2019، وهذا يأتي إلى جانب كذلك عبد المجيد تبون، وهو خريج المدرسة العليا للإدارة، وهو وزير أول سابق أي رئيس حكومة عام 2017، تولى حقيبة التجارة كذلك أيضا، وذلك خلفا للوزير بختي بالعيب. ننتقل كذلك إلى المرشح الثالث، وهو علي بن فليس، وهو حاصل على شهادات عليا في الحقوق، وهو رئيس حزب طلائع الحريات ووكيل الجمهورية بعدة ولايات منها، وكذلك أيضا عين أمينا عاما ثم مديرا لديوان رئاسة الجمهورية. ننتقل أيضا إلى عبد العزيز بالعيد، وهو حاصل على دكتوراه في الطب، وهو رئيس حزب جبهة المستقبل، انخرط وعمره 23 عاما في المجال السياسي. في عام 2014 حل ثالثا في الانتخابات الرئاسية. ننتقل إلى عبد القادر بن جرينا، وهو رئيس حزب البناء الوطني، وكذلك أيضا كان وزير السياحة والصناعات التقليدية عام 1997. على كل أيضا سوف نناقش هذا الموضوع تحديدا مع ضيفتنا من الجزائر، القيادية في حزب الجيل الجديد مريم سعيداني. سيدة مريم، مساء الخير، أهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث. 5 أسماء من أصل 23، قبل أن ندخل في انتماءات هذه الأسماء ومن هي أصلا رقم 5 من أصل 23، كيف يمكن قراءته؟ مساء الخير. يعني في الشكل الانتخابات منذ البداية كانت مرفوضة، وهذو 123 أو 5 أشخاص الذين تقدموا لانتخابات أرادوا أن ينصبوا أنفسهم فوق الإرادة الشعبية، الإرادة الشعبية الرافضة للانتخابات في هذه الأجواء. لهذا 5 أو 23 أو 140 أو لا أدري، كلهم سيان نفس الشيء. طيب، بس ايضا يعني يبدو انه يعني السلطه ذاهبه بما وعدت به او تتكلم عنه، وهو انتخابات رئاسيه في 12 من ديسمبر، والاجراءات يعني اول باول تاتي اليوم. 5 المرشحين الوحيدين اليوم على الساحه للانتخابات، هذا ماذا سيعني؟ يعني في استمرار من السلطات بالمضي بهذا الموضوع؟ هذا يعني متوقع أن السلطة ماضية في مخططها، وهو الذهاب للانتخابات بكل الطرق. يعني نستعجب كيف استطاع هذا الأشخاص أن يجمعوا توقيعات، وحتى التلفزيون الرسمي لم يقم بأي تقرير واحد يظهر الناس وهم يوقعون، لهذا الأشخاص أن يجمعوا مئات الآلاف من التوقيعات. فهذا يعني شيء يعني خيالي في
في الأجواء الجزائرية اليوم. نعم السلطة تريد الذهاب بالقوة وتنتهي من شبح انتخابات مرفوضة من قبل الشعب، ويعني حتى في التقرير السلطة غير مستقلة، عندما رئيس السلطة وهي في الأساس وماذا نريدها أن تكون السلطة تقنية مستقلة يبدي رأيه ويقول ويتكلم عن المشككين، فهذا ليس عمله، على عمله ليس أن يتكلم عن مشكك أو غير مشكك، فهي لجنة تقنية، وما كان عليه أن يقول هذا الكلام، وهذا دليل على أنه كلها إملاءات وأن كل هذا خطأ في خطأ، وكلها يعني واجهة يراد منها إجراء انتخابات كسابقتها. بس يعني حسب ما فهمت من كلام حضرتك أنت تشككين كذلك بموضوع جمع التوقيع من جانب الشعب، صحيح؟ يعني استفتاء وكتلة ناخبة في الشارع، يعني في التقرير قلت عشرات الآلاف، أنا لا أدري إذا وصلتكم الصور من كل الجزائر، فهي ملايين البارح، يعني كانت ملايين جزائريين احتفالا بالشهداء وتنبؤا بثورة أكبر من ثورة الشهداء ومواصلة لها، كل الناس رافضين، و حتى لو لم نقل كل الناس ولكن غالبية الناس التي في الشوارع، هذه الكتلة النقدية التي نراها كل أسبوع وهي تتزايد باقتراب موعد الانتخابات، ما هذا الذي نراه؟ أين جمعتم التوقيعات؟ من وقع لكم؟ يعني هذا بهتان وكذب على الجزائريين. بس بنفس الوقت كانت بعض الأصوات الأتية من الشارع في هذه التظاهرات التي نقلناها طبعا بطبيعة الحال سواء أمس أو بالأسابيع 36 الأخرى، في بعض الأصوات تقول أنه هي مع انتخابات، لديها ممكن مشاكل بالأسماء المترشحة، لديها مشاكل بالموعد، يعني ليس الكل رافضين لهذه الانتخابات سيدة مريم. هناك القليل من الأشخاص يعني مع الانتخابات وهذا شيء لا ننكره، ولكن ما هي نسبة هذه الأشخاص؟ كما قلت لك في التقارير التي يبثها التلفزيون الرسمي والذي لا يبث الرأي الآخر، نفس الأشخاص وهم قلائل والعشرات فقط يقولون هذا الكلام، ولكن يعني العدد الأكبر ويعني الطوفان من الأشخاص البارح، نعم. يعني كانت تسونامي من الأشخاص اللي كانوا في الشوارع، كلهم لا يرفضون انتخابات ولكن يرفضون انتخابات تجرى على النمط السابق، يقودها بدوي وهو معين من طرف الرئيس المخلوع، كل هذا يعني مرفوض ومرفوض تماما، حتى ولو يعني نجحت السلطة في المرور بالقوة لانتخابات فسيكون أمام الرئيس يعني شيء مستحيل أن يرأسه في بعد الانتخابات. بالفعل يعني هنا السؤال، إذا ما فعلا تم الذهاب إلى انتخابات بأي نسبة كانت من الشعب وتم انتخاب رئيس، كيف سيكون تعاملكم كحزب معارض أنتم من البداية مع هذا الموضوع؟ نعم يعني سيكون رئيس هش الشرعية بشكل كبير، حتى الانتخابات الفائتة يعني كتلة ناخبة فيها 22 مليون، كان عندما هناك انتخابات ولم يكن هناك هذا الزخم من الناس في الشارع، كان يعني مليوني شخص هي الأصوات المعبر عنها، اليوم عندما تكون رئيس انتخب عليك يعني 100,000 أو 150,000 من الجزائريين، يعني كيف ستقبل أن ترأس الجزائر؟ نحن سنكمل نضالنا وسننادي إلى إصلاحات يعني معمقة دستورية، وسوف نطرح البدائل ولكن سنبقى دائما في سلميتنا. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا بحدث اليوم، ضيفتنا من الجزائر القيادية في حزب الجيل الجديد مريم سعيداني. حذرت النقابة الوطنية للقضاة وزارة العدل من مغبة اتخاذ أي إجراءات ضد أي قاض، وتوعدت باتخاذ موقف عاصف. وقالت نقابة القضاة في بيان إن القضاة ليسوا عصابة ولا يحتاجون دروسا في الوطنية من أي أحد. وعبرت النقابة عن استغرابها من صمت الرأي العام ومؤسسات الدولة إزاء إضرابهم، معتبرة ذلك الموقف غريبا وغير مفهوم.
وشددت نقابة القضاة على أن مطلبها الأساسي هو تكريس استقلالية العدالة، كما أكدت أن المعركة التي يخوضها القضاة لا تكتسي أي طابع فئوي أو مصلحي. هذا ودعا البيان وزارة العدل إلى الكف عن اتخاذ التدابير البوليسية في تسيير الأزمة. إذن مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الساعة الأولى من حدث اليوم. في الساعة الثانية نتابع بشكل أساسي التطورات الآتية من طرابلس، كما نتابع الآن في هذه الصور المباشرة عاصمة الشمال اللبناني التي احتشد فيها عشرات الآلاف من المحتجين، سواء من قلب الشمال أو حتى من مناطق أخرى كانوا قد قدموا إلى طرابلس اليوم للاعتصام وتركيز الاعتصام في هذه الساحة. تطورات العراق أيضا نتابعها في الساعة الثانية، إلى جانب تطورات متعلقة بالملف السوري. كونوا معنا دائما على شاشة الحدث. وكيف هي الأجواء اليوم في العاصمة اللبنانية بيروت بعد انسادت أجواء التوتر ليل أمس؟ لبنان يعيش في ظل ثورة كرامة. نظام يا شباب ما بيتغير بالسحاب. هناك إصرار على موضوع قطع الطرقات. في شخصيات وفي جهات مول الحراك. هذا حراك شعبي لا حدا يستطيع أن يموله. الصورة تنقل لكم المشاهد لمئات المتظاهرين. بنزلوا من دسين بيناتنا. اليوم بالمعادلة الداخلية أقوى طرف هو المقاومة، ما عم هدد حدا. في الهرم الآن، في بعلبة الآن، في سور الآن، في النبطية الآن، في مشغرة الآن، في إب الياس، في طرابلس، في بيروت، في جل الديب، في عشرات المناطق اللبنانية. البداية كانت حدثاً هو الأضخم في العقود الأخيرة. الانطلاقة كانت حدثاً هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية. كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هناك. أياً كان الحدث، أينما كان، وقتما كان، كنا فعلياً هناك على الأرض في موقع الحدث، لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل 24 ساعة، لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة. أصبحنا الحدث. ترك مدينته المحروقة بلا وجهة، ركب البحر بحثاً عن الحياة، فغدرت أمواجه، ولم يخلص ذلك القارب الصغير، فمن الذي نجا؟ هذه قصة مئات الآلاف من السوريين. لإعلاناتكم على شاشة الحدث. We'll be right back.
أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة الثانية من حدث اليوم. نذكركم بأبرز ما ورد وسيرد فيه. القصة الأولى عراقية كانت في الساعة الأولى وستبقى أيضا في الساعة الثانية. المتظاهرون يدشنون حملة مقاطعة للبضائع الإيرانية ويحتشدون في البصرة وبغداد، والأمن يتصدى بقنابل الغاز. القصة الثانية عراقية أيضا وفي التفاصيل. بغداد ترفض التدخلات الإقليمية والدولية في شؤونها، ودعوة لعصيان مدني حتى استقالة الحكومة والبرلمان. القصة الثالثة ستكون من لبنان والتطورات هناك، وفي التفاصيل تظاهرات حاشدة في طرابلس وبيروت تتأهب لمسيرات مليونية غدا، ومصرف لبنان ينفي تأثر البنوك بالاحتجاجات. القصة الرابعة تابعناها من الجزائر، وجاء في التفاصيل هيئة الانتخابات تعلن قبول ملفات 5 مرشحين للانتخابات الرئاسية وتعد بإجراءات صارمة لضمان نزاهتهم. نبدأ ساعتنا الثانية من العراق أيضا، حيث أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية فيصل العبدالله لموقع سومرية، أعلن أن حصيلة التظاهرات منذ انطلاقها في الأول من الشهر الماضي وصلت إلى 260 قتيلا، بينما وصلت نسبة المصابين إلى 12,000 شخصا. وأشار العبدالله إلى وجود تعتيم متعمد من قبل السلطات العراقية بشأن هذه الحصيلة، وقال إنه خلال التظاهرات تم حرق نحو 100 مبنى حكومي ومقرات لأحزاب سياسية. أيضا نتابع الأوضاع الميدانية مع مراسل الحدث سامر الكوباسي الذي ينضم إلينا من بغداد عبر الهاتف. سامر، مساء الخير، أهلا بك بحدث اليوم. كيف تبدو التطورات الآن؟ أهلا لارا. الآن ساحة التحرير تشهد وصول أعداد كبيرة جدا من المتظاهرين إلى الساحة ومحيطها في وسط العاصمة بغداد للمشاركة في التظاهرات المستمرة لليوم التاسع على التوالي في بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية. لارى أجواء من الاحتفالات وإطلاق الألعاب النارية داخل ساحة التحرير. بحسب المشاهدات الحية لساحة التحرير تقدر الأعداد الآن ربما ب 100,000 شخص، الأعداد قابلة للزيادة في الساعات المقبلة. حتى اللحظة لا يوجد أي إطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع سوى التي أطلقتها القوات الأمنية صباح هذا اليوم تحديدا على الحاجز الأمني لجسر السنك. نعم، حصيلة التظاهرات اليوم في بغداد بحسب مصادر طبية وأمنية طبعا غير رسمية مقتل متظاهر وجرح أكثر من 90 آخرين. إصابة المتظاهر كانت في منطقة الرأس تحديدا في منطقة كورنيش أبو نؤس. نعم لا. طيب، يعني فقط في ساعات الصباح تم استخدام القنابل المسيلة للدموع وليس في ساعات ما بعد الظهر والليل، صح سامر؟ اي الى الان لم يتم استخدام. كانت اخر الاطلاقات كانت عند الساعه 12 اليوم. كانت اخر اطلاقات قنابل غاز المسيل للدموع تحديدا على الحاجز الامني قرب على جسر السنك. لارى ايضا في ساحه التحرير هو المطالبات باعلان الاضراب العام غدا حتى تحقيق المطالب بحسب المتظاهرين طبعا. نقابه المعلمين كذلك نقابه المهندسين الزراعيين ونقابه الاكاديميين ايضا انضموا الى هذا الاضراب واعلنوا الاضراب العام خلال هذا الاسبوع. يعني النقابات الان في اتفاق فيما بينها لموضوع عصيان مدني او اضراب عام. حقيقة لا نعلم إن كان هناك تنسيق بين هذه النقابات، لكن إلى الآن هذه النقابات الثلاثة أعلنت الإضراب العام هذا الأسبوع على أقل تقدير. لا نعلم إذا كان هناك بعض النقابات الأخرى في نقابة الأطباء نقابة المحامين ممكن أن تنضم إلى هذه الإضرابات، لكن مطالبات من داخل ساحة التحرير من خلال بعض اللافتات وحتى من خلال بعض المتظاهرين طلبوا بإعلان الإضراب العام ومن ثم العصيان المدني من أجل ربما التغيير كما يقولون. نعم. طيب سامر، كان في بعض الدعاوى بالأمس يعني أبناء المناطق الجنوبية بالتوجه إلى العاصمة العراقية للتظاهر. اليوم ما زلنا نشهد طبعا تظاهرات بالمناطق الجنوبية، ولكن هل هذا الموضوع أيضا متداول بساحة الاعتصام؟ حقيقة لا، يعني بحسب المشاهدات الحية رأينا مجموعة من محافظة ديقار، مجموعة من المتظاهرين كانوا يعلنون عن أنفسهم أنهم من محافظة ديقار
وجاءوا إلى بغداد للمشاركة في اعتصامات مع المتظاهرين هنا في بغداد، كذلك وفد من محافظة الديوانية وأيضا مجموعة من المتظاهرين جاءت من محافظة البصرة، جاءوا للاعتصام هنا في بغداد. لا نعلم إذا كانت هناك بعض المحافظات الأخرى قد جاءت، لكن المشاهد الحية من خلال ساحة التحرير يعني أؤكد وجود هذه المحافظات الثلاثة أو ممثلين عن هذه المحافظات الثلاثة. نعم. من المتظاهرين. شكرا جزيلا لك سامر على كل هذه الإيضاحات. حدثنا عبر الهاتف إذن من بغداد مراسل الحدث سامر الكوبيسي. في هذه الأثناء دعت وزارة الخارجية العراقية جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بمبدأ احترام السيادة وعدم التدخل في شأن داخلي للبلاد. وقالت الوزارة إنه مع استمرار الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح وصدور بيانات من دول أجنبية ومنظمات دولية تؤكد الحكومة العراقية رفضها التدخل في الشأن العراقي، ودعتها لاحترام العراقيين لتحديد مصيرهم، وأكدت أن مستقبل العراق متوقف بيد الشارع وليس لأي شخص أو مجموعة أو توجه أو أي طرف إقليمي أو دولي يحاول فرض رأيه. ومعنا الآن من بغداد عبر الهاتف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف. أستاذ أحمد مساء الخير، أهلا بك معنا في حدث اليوم. طبعا يعني بيان الخارجية تطرق إلى ما يجري داخليا وكذلك أيضا خارجيا، وتحدث عن أنه رفض الوزارة لأي تدخل خارجي. من المقصود هنا؟ من يتدخل من الخارج؟ أستاذ أحمد أستاذ أحمد تسمعني؟ طيب يبدو أنه في مشكلة بالصوت مع أستاذ أحمد الصحاف. على كل إن سنعود إليه بحال عدنا وتمكننا من الاتصال به، ولكن نتابع كذلك من التطورات العراقية. فهذا الموقف تزامن مع إعلان الشباب المشاركين في التظاهرات التي تشهدها مختلف المدن والمحافظات العراقية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عصيان مدني يبدأ غدا أي الأحد. وقال المشاركون في الاحتجاجات الشعبية إن التظاهرات والعصيان المدني سيستمر إلى حين تحقيق كل المطالب التي يدعون إليها، لا سيما تغيير النظام الانتخابي واستقالة الحكومة والبرلمان. يبدو أن الاتصال بات جاهزا معنا مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف. أستاذ أحمد تسمعني الآن؟ أسمعك. أهلاً وسهلاً. أهلاً بك معنا بحدث اليوم. كنت أسألك عن بيان طبعاً الخارجية والحديث عن رفضها لأي تدخل خارجي. من المقصود من جانب الخارجية بموضوع التدخلات الخارجية؟ تحية لكم. أهلاً بك. في إطار دور وزارة الخارجية العراقية في الدفاع عن مصالح، منها ما يتصل بالتظاهرات الأخيرة التي تشهدها المحافظة بغداد والعديد من المحافظات العراقية، فيتناهى إلى الإعلام من خلال منظمات أو أطراف سياسية داخلية أو خارجية يعلن تجاه هذه التظاهرات. بيان وزارة الخارجية العراقية يؤكد مبدأ سيادة العراق الكاملة وعدم الرضا بالتدخل بشأن العراقي، على أن الحكومة العراقية لحماية التظاهرات والمتظاهرين السلميين واستدامة إجراءاتها بما يتصل بالاستجابة لمطالب المتظاهرين وبما ينسجم مع الإمكانات. وكانت دولة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد أعلن عن حزم إصلاحية ثلاث فيها، والقوات الأمنية مستمرة. بدورنا كوزارة الخارجية العراقية نهيب بوسائل الإعلام تحرك دقة والمصدر الأخبار والصور وتناقل المعلومات، فنطالع العديد من وسائل الإعلام ونقول بها من أعداد الجرحى والشهداء، فيما تعلن وزارة الصحة عن أرقام أقل من ذلك بكثير. المرجعية الدينية العليا كانت قد أدانت أي عنف يواجه المتظاهرين وكذلك السلمي الدستوري وفقا للمواد 38 و39 و40 من الدستور العراقي. نعم. ما يشهده العراق اليوم هو شأن داخلي
والدولة مستمرة بالحفاظ عليها لأنها تنظم المصالح العامة. طيب بس أستاذ أحمد، النظام العام يستمر التبرر. بما أنك ذكرت المواد 38 و39 و40 وهي مذكورة طيب طبعا ببيان الداخلية، المادة 38 هي التي تضمن حق التعبير وحرية التعبير عن الرأي. بنفس الوقت السلطات العراقية متهمة باستخدام غازات مسيلة للدموع تستهدف الناس في الرأس وتؤدي إلى وفيات، هذا إلى جانب أنه أصلا متهمة بأنه أنواع الغاز الموجودة بهذه القنابل أصلا مشكوك فيها. هذا كيف تنظر له وزارة الخارجية؟ القوات المسلحة العراقية تطلع بأدوار كبيرة لحماية المتظاهرين وتأمين الممرات المؤدية إلى ساحات التظاهر في عموم محافظات العراق. العنف سواء كان موجه من قبل بعض الأفراد من الأجهزة الأمنية طاعون يجب أن لا يرتكنوا إليه. الدولة مستمرة بتأمين الحماية للمتظاهرين ونهيب بأعزتنا وأبناء شعبنا من المتظاهرين الذين ينشدون الإصلاح والمزيد من التمكين. يعني حضرتك تقول أن يكون حضرتك تقول أنه لا ممارسات أكثر مرونة في التعامل مع حضرتك تقول أنه لا ممارسات من جانب الدولة أؤكد بحق المتظاهرين. أؤكد وألفت النظر إلى أن أنا هنا أؤكد وألفت النظر إلى أن وسائل الإعلام ومنها قناة العربية الحدث وهم زملاؤنا وأصدقاؤنا صوروا أن هناك مجزرة كبيرة تحت نور تم قتلها برصاص القوات الأمنية. طيب بس لا وجود لكل ذلك بس أستاذ أحمد حضرتك تقول أنه نحن نصور ذلك بس نحن لدينا صور كل أن ترتكي الإناث التي تعلن عنها يعني الحكومة. بس اسمح لي رد عليك، حضرتك معنا أصلا لتوضيح وجهة نظركم، نحن يعني لا نغض النظر عن وجهة نظركم، لا بل بالعكس نحن اتصلنا فيك وأردنا وجودك معنا، هي أول نقطة. تاني نقطة، نحن لا نؤلف من عندنا، في صور تأتينا من العراق، قبل قليل نقلنا صورة لاستهداف متظاهر يرقص فقط على تلة. بكل الأحوال نحن نستفهم من حضرتك إذا في موقف أو أوامر أو حتى يعني بالنسبة لوزارة الخارجية التي اليوم تدين أي تدخل خارجي، نحن عم نسأل أصلا لماذا يحصل هذا في الداخل. أستاذ أحمد عم تسمعني؟ طيب على كل حال أصلا أيضا أعتذر على رداءة الصوت لأن يبدو هي من المصدر كذلك. نشكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، حدثنا عبر الهاتف طبعا من بغداد. هذا وكانت وزارة التربية والتعليم في العراق قد أعلنت أن يوم الأحد هو يوم دوام وعمل رسمي، ووجهت الوزارة بالمحافظة على انسيابية الدراسة، وبدورها أعلنت نقابة المعلمين في العراق عن رفضها لبيان الوزارة واستمرار تعطيلها الدوام وعصيانها المدني لحين تحقيق المطالب التي يدعو إليها المتظاهرون. معنا الآن من عمان فلاح النقيب وزير الداخلية العراقي الأسبق. سيد النقيب مساء الخير، أهلا بك معنا في حدث اليوم وعلى شاشة الحدث. يعني رح أبدأ معك من موقعك السابق كوزير داخلية، اليوم يعني وزارة الداخلية تقول أنه لن تسمح للمتظاهرين بإغلاق الطرقات في استخدام لقنابل مسيلة للدموع بالرأس واستهداف مباشر للمتظاهرين وليس فقط لتفريقهم، وفي أسئلة كثيرة أصلا تطرح حول نوع الغاز. وزير داخلية أسبق، هل برأيك التعامل الآن مع المتظاهرين صحيح من جانب السلطات؟ لا بالحقيقة من البداية يعني هم من بداية التظاهرات يعني في 1 أكتوبر لحد الآن كانت معالجة الموضوع خطأ واستخدم العنف أكثر من اللازم تجاه المتظاهرين، وهذا بالحقيقة هو اللي أدى بالدرجة الأولى إلى تضخم هاي المظاهرات بعدها بعدد كبير من الشهداء والجرحى.
لذلك احنا كان المفروض انه تتعامل السلطات الأمنية وهي جزء من الشعب انه تحمي المتظاهرين وتحافظ على الممتلكات العامة والخاصة. اما لكن الاعتداء اللي صار على المتظاهرين وهذا من حقهم الدستوري ادى الى هذه الكارثة الحقيقة اللي صارت بالعراق بسبب طريقة معالجة المشكلة الحالية اللي هي الحقيقة مشكلة مزمنة وليست حديثة. احنا شفنا يعني الناس وصلت الى مرحلة من الاستياء من الفقر من خسارة هويتهم. يعني اهم ما في الموضوع العراق الان يريد يستعيد هويته كعراقي كانسان نعم. إلى دولته إلى احترامه، لأنه بحقيقة بسبب الـ الـ يعني الظروف اللي صارت من خلال الحكومات الـ السابقة كان العراق خسر هويته خسر شخصيته ما بين العالم ما بين الدول العربية الدول الإقليمية. أصبح العراق ساحة لكل الدول الإقليمية اللي تحاول تتدخل بالشؤون العراقي وخلت قيمة العراق والعراقيين الحقيقة مع الأسف نعم. تكون يعني دون المستوى المطلوب. طيب بالنسبة الآن لتوزع التظاهرات سيد النقيب، ويعني اليوم في تطورات بالبصرة بشكل خاص، طرف يقول أنه المتظاهرين هم الذين قطعوا الطريق على حقل المجنون النفطي إلى جانب طبعا ميناء أم قصر، ولكن طرف آخر يقول أنه كان في بعض الأطراف من المتظاهرين الذين يريدون حماية هذه المواقع نظرا ل لا أدري معلومات حول تهديد لها، ولكن برأيك كيف يمكن بهذه المرحلة التعامل مع ما يجري، وكيف يمكن أصلا بطبيعة الحال من السلطات يعني ضبطه إذا ما قلنا لتفادي وقوع قتلى وجرحى؟ بالحقيقة بسبب التركيبة اللي موجودة بالعراق أنا متأكد أن القوات الأمنية والجيش لن يقوم بالاعتداء على المتظاهرين لأنه هو جزء منهم، ولكن تعرفين هناك السلاح السائب بالبلد وأصبحت هناك عصابات تخدم مصالح دول خارجية، يعني على بالتأكيد إيران بالدرجة الأولى، وهذا أدى إلى انفلات إلى حالة من الانفلات الأمني اللي ما ممكن ضبطها. والناس الآن يعني الشعب والمتظاهرين اللي المحتجين اللي طلعوا هم عزل بالحقيقة، لكن استخدم منهم من قبل ميليشيات من قبل جماعات مسلحة. فقضية الضبط الآن هو الحل السياسي وليس الحل عسكري. الحل السياسي العراق فقد الثقة بالعملية السياسية، العراقيين أقصد فقدوا الثقة بالعملية السياسية، فقدوا الثقة بالطبقة السياسية اللي موجودة وكذلك حتى الطبقة الدينية الحقيقة بكل طوائفها يعني بكل الاتجاهات. لذلك الآن لا يمكن إيقاف هذا المد طيب. الجماهيري اللي هو إلا بحل مثل سياسي كرة الثلج بس ما نوع التحرك السياسي المطلوب الآن بظل حتى تعدد الطروحات السياسية بهذه المرحلة؟ هو بالتأكيد إذا تلاحظين خلال ال 15 سنة الماضية كان دائما أكو مشكلة بالعراق السياسية، لأنه كل الحلول مصالح الأحزاب ومصالح القوى ودخلت الميليشيات بالفترة الأخيرة على مجلس النواب، فما ممكن الحقيقة يوصلون إلى نتيجة في بيناتهم لأن المصالح متضاربة، إضافة إلى أن الوضع السياسي الآن العراقي معقد. إحنا الحقيقة أكو احتمالين، يعني أما سيد رئيس الجمهورية يتخذ قرار بإقالة الحكومة بإقالة مجلس النواب أو بحل مجلس النواب وبالتالي يدعو الانتخابات إلى حكومة مؤقتة لفترة معينة 6 أشهر سنة سنتين، المهم تحضر إلى دستور جديد نعم. إلى انتخابات جديدة إلى قانون انتخابات جديد حتى نقدر نوصل، لأنه الحقيقة فقدوا الشعب العراقي فقد الثقة تماما نعم. بالحكومة
بالطبقة السياسية وبالأحزاب السياسية اللي تدير المشهد منذ 15 سنة لحد الآن. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا من عمان فلاح النقيب وزير الداخلية العراقي الأسبق. بين العراق ولبنان أعاد المتظاهرون الحياة لمبان هجرت وصارت اليوم معلما واضحا للهتافات المنددة بالطائفية والمطالبة بحياة أفضل. فنحن هون حتى نحكي بشو معقول يصير، بشو لازم نعمل، شو واجباتنا هلا، شو فينا من شو فينا نستفيد وشو فينا نغير. هذا المطعم يعتبر الشريان والروح المعنوية والدفاعية لهاي الجموع مال المتظاهرين اللي بساحة التحرير. حدث اليوم مستمر معكم وفيها أيضا المتظاهرون في لبنان يحذرون من محاولة أحزاب السلطة تحييد الثورة عن مسارها كما نتابع في هذه الصور المباشرة من طرابلس. يا ثوار يا أحرار. قصفت الميليشيات الحوثية الإيرانية مخيم للنازحين في حرب. الحوثي يقول بالفم المليان يعني أنه لن يسلم الحديدة ولن يسلم الموانئ ولن يخرج من العاصمة. لماذا هناك محاولات من ميليشيا الحوثي لإفشال اتفاق ستوكهولم؟ هل يعود المبعوث الأممي اليوم مسلحا بحلول جديدة؟ دور الأمم المتحدة مفقود تماما. خلينا نكون شفافين مع المشاهدين كمان، مثل ماذا يعني حتى تكون الأمور واضحة؟ الوضع في الحديدة زاد سوءا. تأكيد غوتيرس الجديد بأن اتفاق الحديدة سينفذ، هذه التصريحات إلى أي مدى تتوافق مع الواقع وكل ما يجري في الحديدة؟ ستنفجر النار من تحت الحوثية في أكثر من مكان في الفترة القادمة إن لم تقبل الحل السياسي. الأرض ترفضهم والمجتمع يرفضهم. اليمن سيتحرر، الحوثي انتهى ولا عهده. لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل لأربع وعشرين ساعة، أصبحنا الحدث. أحييكم من جديد بحدث اليوم. أصدر المتظاهرون في لبنان بيانا حذروا فيه من أن أحزاب السلطة تحاول استخدام ورقة التفرقة المذهبية والطائفية لتحييد الثورة عن مسارها، وأكد المتظاهرون أنهم ملتزمون بتحركهم السلمي بالحرص على تضامن الناس رغم كل الاعتداءات والقمع الممنهج. ودعا المتظاهرون جميع اللبنانيين للنزول إلى الشارع في تظاهرات حاشدة في كل المناطق حتى تتحقق باقي أهداف الثورة، وطلبوا باستشارات نيابية فورية من أجل تشكيل حكومة مؤقتة ذات مهام محددة تكون من خارج مكونات الطبقة الحاكمة، وطالبوا الحكومة الجديدة إدارة الأزمة المالية وتخفيف عبء الدين العام وإقرار قانون يحقق العدالة الضريبية، إلى جانب التسريع في تشكيل انتخابات نيابية مبكرة تنتج سلطة تمثل الشعب، والقيام بحملة جدية لمناهضة الفساد ضمنها إقرار قوانين استقلالية القضاء واستعادة الأموال العامة المنهوبة.
على كل أيضا سنتابع بالأجواء الآن، أجواء التظاهرات. نبدأ من المركز الأساسي اليوم لتظاهرات ساحة النور في مدينة طرابلس الشمالية مع الصحفية ناهد يوسف. مساء الخير ناهد، يعطيك العافية وأهلا فيك بحدث اليوم. كيف تبدو يعني الأجواء لديك، الأجواء الاحتفالية؟ الأجواء الاحتفالية جميلة جداً، ورايا هون المشهد الطرابلسي يتكرر اليوم ولكن بصورة أكبر. اليوم جمع كل اللبنانيين في ساحة النور وسط طرابلس، من كل المناطق اللبنانية حضروا، ومع تقدم الوقت يزيد عدد الحضور. يمكن أن نشاهد بعدسة الكاميرا كيف أن العلم اللبناني غطى هذه الساحة مع نداء بكلمة الثورة التي تصدح وسط من كل مناطق. إذن كما قلنا، ولكن طيب. الآن معنا يعني كنا تحدثنا في رسائل سابقة مع أشخاص حضروا من بيروت ومن البقاع، الآن معنا من الشوف مواطنون حضروا من الشوف الجبلية والتي تقع في جبل لبنان، أيضا لديهم رسالة في توجههم إلى هنا. شو جايين تقولوا عسل؟ نحن جايين برسالة سريعة، جروب من الشوف، لنقول إنه نحن كلنا بلد واحد مع طرابلس، من آخر لبنان لأعلى شماله نحن بلد واحد مع أهل طرابلس. وأنت كان عندك كمان كلمة عسل؟ سريعا، أنا بس جاي على طرابلس لأدعي كل أولاد الشوف كونوا مثل طرابلس. ليك الصوار كيف ما بقى تتبعوا زعيمكم، انزلوا على الشوارع، طرابلس مثلنا، نحن منا أقل منا بشي. جايب لهون بس لأدعي أولاد الشوف يشوفوا المنظر الحلو، يشوفوا الصور الحقيقية. يعطيكم ألف عافية. إذا طيب. يعني مع تقدم الوقت كما قلنا يزداد عدد المتواجدين بالفعل. ناهد، إذا فينا نسمع الأجواء وراءك أيضا. يا جماعة بدون انتماءات، نزلوا للوطن، نزلوا للبنان، ورغم هيك بعدكم عم تلعبوا بالدولار وعم ترفعوا أسعار المواد الغذائية وعم ترفعوا أسعار كروتة التشريج تاعون ألف وتاتش. أنتم موافقين على الأسعار الحالية؟ قولوا لنا لا بالتليفونات ليشوفوا. موافقين على الأسعار الحالية؟ كما نسمع هنا الشعارات المطلبية والحياتية هي التي يتم ترديدها هنا. بالفعل ناهد، بس بالنسبة لبكرة أيضا ستكون التظاهرات بطرابلس ولا سيكون التوجه إلى العاصمة بيروت مع الدعوات؟ يعني ماذا تسمعين بالشارع؟ حسب ما يقول المنظمون أنهم لن يتركوا الساحة هنا، فهنا منذ اليوم الأول بدأت بهذه المشهدية وهذه المشهدية لن تتوقف، ولكن هناك جزء كبير من الطرابلسيين سيتوجهون إلى بيروت غدا تلبية لهذه الدعوة. وكما حضر اليوم أهالي بيروت وأهالي العاصمة وكل المناطق إلى هنا، أيضا هم غدا سيتوجهون إلى بيروت. هناك حافلات ستكون هنا ظهرا لكي تقل من يود الذهاب من أهالي الشمال إلى بيروت بالمشاركة بالحشد الكبير يوم غد الثانية بعد الظهر، ولكن هذه الساحة مساء لن تبقى فارغة، بل أيضا ستكون على موعد مع نشاط آخر ومع سهرة أخرى مع الطرابلسيين الذين لم يخلوا هذه الساحة يوما منذ أن بدأت هذه الانتفاضة الشعبية. طيب أيضا نستمع إلى يعني الموسيقى وهذا القسم كذلك. I'm sorry.
صوتك رح يمحي لهم صوتهم كلهم يعني كيف. ماهد، ما زلنا ايضا نتابع يعني رفع الاعلام اللبنانيه بشكل حصري، ليس هناك رفع لاعلام اخرى. حتى بطرابلس كنت رايت في فترات سابقه اعلام للجيش، بس يعني ما زال المزاج او الاتفاق على رفع العلم اللبناني، صح؟ نعم، هناك تأكيد على أن لن يرفع أي علم في هذه الساحة سوى العلم اللبناني، وهذا رد على كل من حاول تخوين المتظاهرين أو كل من حاول بأن يقول بأنهم متمولون من الخارج. هم يؤكدون مع رفعهم العلم اللبناني على لبنانيتهم وعلى أن مطلبهم لبناني بحت، وأنه ليس هناك من أي تدخل خارجي، وأن العلم اللبناني وحده من الآن فصاعدا سيرفع بين جميع على جميع الأراضي اللبنانية. هم خرجوا من عباءة الأحزاب مع هذه الانتفاضة ويأملون بأن يظل العلم اللبناني هو من يوحدهم ويقودهم نحو مستقبل أفضل. نعم، شكرا جزيلا لك ناهد على نقل لنا هذه الصورة الاحتفالية من مدينة طرابلس شمال لبنان، الصحفية ناهد يوسف، يعطيك ألف عافية. والآن نفهم شكل الصورة في بيروت مع مراسل الحدث محمود شكر. مساء الخير محمود، كيف تبدو الأجواء اليوم، وأيضا إلى أي مدى في حديث عن تحضيرات لتظاهرات بكرة إذا كنت عم تسمعني؟ سمعني محمود؟ طيب، يعني سنحاول أيضا إعادة التواصل مع محمود شكر مراسل الحدث لموجود الآن وسط بيروت التي أيضا تشهد تظاهرات وفي تحضيرات كذلك لتظاهرات وصفت ويدعون إليها بأن تكون مليونية غدا. عدنا لنقل صور طرابلس التي قبل قليل زميلتنا ناهد كذلك رصدتها لنا، ويعني أفادتنا بأنه هذه الصورة لا تشمل فقط أهل طرابلس بل هي صورة جامعة لأهل الشمال إلى جانب وفود قدمت سواء من البقاع سواء من الجنوب، ونقلت لنا صورة مع وفد قادم من الشوف، يعني في من كافة أنحاء البلاد وصلت إلى طرابلس اليوم لتتركز التظاهرات بحسب ما كان قد دعا المتظاهرون والحراك إلى تركزها بعاصمة الشمال طرابلس، على أن تكون هناك كذلك أيضا تظاهرات يدعون إليها غدا في بيروت بوسط العاصمة لكذلك أيضا التعبير عن مطالبهم الرافضة للمماطلة بمشاورات تشكيل الحكومة، والرافضة كذلك من من تبقى من أركان السلطة اللبنانية حتى هذه الساعة بعد استقالة طبعا الحكومة. إذن هذا كان المشهد بطرابلس. عودة إلى بيروت مع محمود شكر مراسل حدث. مساء الخير محمود، تسمعني الآن صح؟ كيف هي الأجواء لديك الليلة، وحتى أيضا ما المعلومات حول التحضيرات لتظاهرات غدا؟ يعني في الحقيقة قبل الدخول في المشهد الميداني للمظاهرات التي تحصل في مساء هذا اليوم، سأذهب سريعا إلى الموقف السياسي الأهم والذي هو يبرز الواقع السياسي الذي وصلت إليه الحالة في لبنان. الموقع الإلكتروني التابع لتيار المستقبل نشر منذ حوالي ساعة تقريبا موقفا عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، يقول فيه أن الرئيس بري سيسمي الرئيس الحريري، وهو متمسك بالوقت ذاته بتمثيل هذا الحراك الذي يحصل هنا في ساحة رياض الصلح. ولكن منذ ثلث ساعة على الضبط
خرج المكتب الإعلامي للرئيس بري ببيان نفى في هذا الموقف، وقال أن الذي جاء على لسان الرئيس بري أو المنسوب للرئيس بري للموقع الإلكتروني للمستقبل ويب هو غير دقيق. أبقى أيضا يعني عند كتلة الرئيس بري كان هنالك موقف مهم هذه الليلة، هو من النائب أنور الخليل الذي وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون مساء هذا اليوم، وقال له أن بعد أن سرد له الواقع الذي حصل في السنوات الثلاث ووصل إلى نقطة مهمة في الرسالة، أن التدخل السافر الأقرب المقربين إليك والذي أوكلته وزيرا هو الذي يتعاطى مع الوزراء ويتفاوض مع الوزراء وأيضا يقرر عينك أيضا. وبالعودة إلى المظاهرات، ولكن المظاهرات اليوم في لبنان على ثلاثة اتجاهات: المظاهرة التي تحصل هنا الآن في ساحة الشهداء وفي ساحة رياض الصلح، هذه المجموعة التي تقف ورائي مباشرة هي خرجت من هذه الساحة وذهبت إلى شارع الحمراء أمام المصرف المركزي وعادت منذ حوالي ثلث ساعة، وهم الآن يعني يرفعون العلم اللبناني على واقع الموسيقى اللبنانية وأيضا الهتافات. نعم. بهذا الجو أيضا الحديث الذي جرى اليوم عن مظاهرة ستكون أمام منزل الرئيس نبيه بري في نبيه بري باختصار محمود في منزله كان قد سبق كان قد سبق المتظاهرون مناصرو لحركة أمل وأيضا الجيش اللبناني وقوات الأمن الداخلي الذي قامت بإجراءات أمنية مشددة. المتظاهرون هنا يدعون غدا إلى مظاهرة كبيرة جدا كبيرة ستكون في تمام الساعة الثانية بعد الظهر. بالتوازي أيضا هنالك دعوة من التيار الوطني الحر لمناصري التيار الوطني الحر بالدعوة إلى تظاهرة أمام الطريق في قصر بعبدة. بذكرى ثلاث سنوات يعني على العهد بالفعل محمود، شكرا جزيلا لك على وضعنا بهذه الصورة ببيروت. مراسل الحدث إذن من بيروت، شكرا لك. وكان حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامي قد قال إن إعادة فتح البنوك بعد أسبوعين من الإغلاق بسبب الاحتجاجات التي عمت البلاد لم يسبب أي مشاكل في أي بنك، وإنه لا يجري بحث فرض أي قيود رسمية على رؤوس الأموال، مضيفا أن هذا مهم بالنظر إلى طول فترة الإغلاق والأحداث التي شهدتها البلاد. من بيروت ينضم إلينا القانوني والباحث السياسي الياس الزغبي. أستاذ الياس مساء الخير، أهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث. بس يعني رح أبدأ معك، بعرف الموضوع اقتصادي بحت، ولكن تطمينات رياض سلامة يعني هي إلى حد ما في مكانها مع ما يحكى عن أنه أصلا فتح البنوك بهذا الوقت وتعاملها بهذه الأيام القليلة الآن يقتصر فقط على من ليس لديهم ودائع كبيرة، وبالتالي قد تأتي المشكلة الأسبوع القادم مع جماعة الودائع الكبيرة. بس قديش بالشارع في اطمئنان من هذا الموضوع؟ في الواقع كلامك صحيح، الاطمئنان نسبي، لا يمكن الحديث عن اطمئنان اقتصادي وسيولة المصارف وتدبير شؤون الناس بالصورة الكاملة الشاملة التي كانت متوقعة، ولكن هذا أمر يمكن علاجه طالما أن هناك من يراقب ومن يضبط الساحة المالية والاقتصادية في لبنان حتى هذه الساعة، وكل ذلك مرتبط بالقرار السياسي في نهاية الأمر. المشكلة ليست اقتصادية مالية بحتة أو نقدية بحتة، بل هي نتيجة للمأزق السياسي للأزمة السياسية. طيب يعني بموضوع المأزق السياسي اليوم في كثير من الحديث، ولكن ما في أي استشارات بموضوع تشكيل الحكومة، شكل الحكومة، تكنو سياسية. الآن بدنا نتحدث، لسنا نتحدث لا عن تكنوقراط ولا عن سياسية. برأيك ما الذي يؤخر الرئيس في الإعلان عن بدء الاستشارات النيابية؟ في الواقع هنا هي المسألة، صدر بيان من مكتب رئاسة الجمهورية يبرر المماطلة بأنها نوع من المشاورات المسبقة كي تأتي الاستشارات يعني سهلة وتعين الرئيس المكلف، تسمي الرئيس المكلف.
هذا يعني أن هناك مشاورات غير ملزمة تحصل الآن خلال بضعة أيام حتى الاثنين أو الثلاثاء أو ربما أكثر، ستلزم الاستشارات الملزمة. يعني هذه مفارقة وهذه بدعة في الدستور، بدعة في الحياة السياسية اللبنانية، وكل الهدف بات واضحا من هذه المماطلة وهذا التأخير في الاستشارات هو محاولة احتواء الانتفاضة الشعبية. نعم. انتفاضة لبنان أو الثورة. بس ماذا ينتظرون؟ من الوسائل التي يستخدمها هؤلاء ماذا ينتظرون في هذا التأخير؟ ينتظرون أن وفي سابقات له يعني شهدناها اصلا ينتظرون الرئيس السابق ميشيل سليمان، بس اليوم شو التغيير بالمعادله الذي ينتظرونه بالتاخير؟ في عهد الرئيس سليمان لا يمكن الاعتداد بها كسابقه، لان حزب الله انذاك ضغط بكل القوى لسحب تسمية الرئيس الحريري والمجيء بتسمية أخرى ما بين عمر. بس ما هلأ أيضا كمان في ضغط بحسب ما يقال من التيار الوطني الحر باسم وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. نعم، هناك محاولة لإيجاد بدعة سياسية جديدة اسمها تكنو سياسية، حكومة تكنو سياسية، أي أن تكون خاضعة لقرار سياسي وعبر إعادة إنتاج الرموز، رموز الفساد في الحكومة السابقة وسواها لإنتاجها مرة أخرى في الحكومة الجديدة، وهذا ما ترفضه طبعا الانتفاضة الشعبية. وهذا لن يمر، لأن هذه المناورات التي تحصل الآن هي مجرد كسب للوقت أو هدر للوقت، ولكنها لن تؤتي ثمارها، بمعنى أن تأتي حكومة سياسية أو سياسية مطعمة ببعض التكنوقراط كي تكون نوع من غطاء، ولكن القرار السياسي يبقى في يد حزب الله وهذه الثنائية مع العهد أو مع رئيس الجمهورية. لذلك فإن الانتفاضة واعية جدا على هذه المناورات، ونحن نلاحظ أن الرهان على ضعفها أو تراجعها أو يأسها بات من الماضي، وما نشهده اليوم هذه اللحظات في طرابلس وفي غيرها من المناطق ومسيرات متحركة على ساحل المتن وكسروان وجبيل وفي صيدا وفي المناطق، وغدا يوم مشهود سيكون لهذه الانتفاضة تحت عنوان أحد الوحدة. إذن نحن أمام تصعيد شعبي يواجه كل هذه المناورات. نعم. التي تلجأ إليها بقايا هذه السلطة بعد استقالة الحكومة. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة معنا من بيروت، القانوني والباحث السياسي الياس الزغبي. نعود لنتابع كذلك التطورات الأتية من بغداد مع استمرار التظاهرات سواء بالعاصمة العراقية وامتدادا إلى المناطق الجنوبية، وننقل هذا العاجل عن عمليات بغداد التي تعلن تقليص ساعات حظر التجول ليبدأ من 2 صباحا حتى 6 من ساعات الصباح. إذن يبدو أنه تم تقليل ساعات التجول، حظر التجول عفوا، من جانب عمليات بغداد. سنتابع أيضا هذا الموضوع وتطوراته مع ضيفتنا من بغداد رئيسة منظمة الأمل والتنمية هيفاء الجبوري. سيدة هيفاء مساء الخير، أهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث. يعني أبدأ معك من ما يقال أنه في بعض الإجراءات من جانب السلطات لنوعا ما يعني تلافي أي مشاهد عنف. زميلنا أفادنا قبل قليل أنه الغازات المسيلة للدموع توقفت تقريبا مع ساعات الظهر، وهذا إلى جانب أيضا ما يدور من عمليات بغداد، ولكن يبدو أنه في تشدد للاشتباكات بين الأمن العراقي ومحتجين بشمال الناصرية. حضرتك بالمشهد موجودة بقلب بغداد، كيف يتبلور بالنسبة لك هذا المشهد؟ بالطبع بداية أحب أن أصحح هيفاء الحسيني رئيسة منظمة الأمل للإغاثة والتنمية. قبل ما أبدأ كلامي أحب أعزي عوائل الشهداء، شهداء التظاهرات وأيضا التظاهرات بحقوقهم المشروعة، وأيضا أحب يعني أيضا أواسي الجرحى، جرحى التظاهرات اللي هذا اليوم سجلوا أروع أنواع البطولة بالمطالبة بحقوقهم
حقوقهم الدستورية. أيضا أحب أتحدث عن ساحات التظاهرات في بغداد وأيضا في المحافظة، كوني رئيسة منظمة الأمل للإغاثة والتنمية اللي موجودة مكاتبها في جميع أنحاء العراق، واكبنا التظاهرات من بدايتها إلى هذا اليوم، وسجلنا خروقات كبيرة من قبل بعض المندسين وبعض الجهات. هذا اليوم الحمد لله قدروا المتظاهرين وقدرنا بعملنا الإنساني الأممي أنه نقدر نفرض حماية للمتظاهرين، وحتى القوات الأمنية هذا اليوم لم تطلق أي إطلاقة، لا غازات مسيلة للدموع ولا أي إطلاقة ضد المتظاهرين. منع التجوال اللي تحدثت عنه كسر المتظاهر العراقي، لم يكن منع تجوال في العراق، لأن بسبب قوة وشجاعة أبطالنا شبابنا في ساحات التظاهرات لم يكن هناك منع تجوال في بغداد يعني. والحمد لله هذا اليوم الحكومة العراقية والقوات الأمنية تفهمت إرادة شبابنا العراقي يعني. إرادة حضرتك تقولين أنه اليوم لم يسجل أي إرادة المرأة العراقية داخل، بس اسمحي لي لأنه أنا معي بعد دقيقة، بدك تسمحي لي بس معلش الوقت ضيق. قلت أنه قبل سجلتم بعض المخالفات لمندسين، شو نوع هذه المخالفات؟ يعني كثير كان أكو يعني تجاوزات على المتظاهرين يعني، وكل العالم سجل هذه التجاوزات، وأيضا الأمم المتحدة وأيضا منظمتنا سجلت أعداد كبيرة من الخروقات داخل ساحات التظاهرات. وإذا اليوم نتحدث عن عدد الشهداء أكثر من 250 شهيد، فهذه أكيد خروقات كبيرة، وأكيد كان هناك مندسين في المظاهرات، وأكيد كان أكو هناك خلل من الأجهزة الأمنية من الحكومة. كنا نتمنى أبوية الدولة ورعاية هذا الأعداد الكبيرة من المتظاهرين اللي كانوا يطالبون بحقوقهم المشروعة، فقط حقوقهم المشروعة اللي كفلها لهم الدستور. ما كنا نتوقع أنه أغلب الجهات اللي حاولت تعتدي على المتظاهرين يكونون بهذه الوحشية. مع الأسف بعض المندسين داخل هذه التظاهرات أدت إلى إراقة الدماء، وهاليوم أصبح إصرار المواطن العراقي على اكتساب حقوقه يعني شيء يلزم الحكومة ويلزم الكتل والأحزاب السياسية أن تقوم بتنفيذ مطالب هذا المواطن البسيط اللي فاقد أمنه وخبزه ومستقبله يعني. مع الأسف للأسف سيدة هيفاء، أيضا يعني انتهى وقت هذه المقابلة، شكرا جزيلا لك هيفاء الحسيني رئيسة منظمة الأمل للإغاثة والتنمية، ضيفتنا من بغداد. إلى شأن سوريا الآن، حيث أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون الاتفاق على تشكيل الهيئة المصغرة للجنة الدستورية سوريا في جنيف على أن تبدأ عملها اعتبارا من الاثنين المقبل. اجتماع الاثنين المقبل سيكون شاهدا على تشكيل 45 شخصا لهيئة صياغة الدستور السوري، وفق ما صرح به المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون. والآن معنا من جنيف عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة والمتحدث باسم هيئة التفاوض الدكتور يحيى العريدي. مساء الخير دكتور يحيى، أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث واليوم بحدث اليوم. البداية من يعني ما يقال حول أنه مع قرب اجتماع اللجنة المصغرة ووصولنا يعني إلى هذه المرحلة يوم الاثنين، لا يبدو أنه في سقف زمني ولا يبدو أنه في برنامج عمل واضح من هذه التفاوضات سواء التي مرت أو المرتقبة، هذا صحيح؟ مساء الخير. حقيقة عدم تحديد جدول زمني أو سقف زمني لهذه العملية ربما يكون أحد العراقيل المقصودة التي استخدمت وحالت دون تحقق تشكيل هذه اللجنة بوقت سريع، أخذت كل ذلك الوقت. لكن إذا كانت هناك إرادة طيبة وإذا كانت سوريا هي العنوان وهي المعيار الأساس وفوق كل اعتبار، أعتقد أنه بسرعة يمكن أن تنجز هذه الأمور. لكن أعتقد جازما بأن ونراهن على ذلك بأن السوريين يعرفون أن هذه التسع سنوات تحتاج منهم أن يعودوا إلى ضميرهم، إلى تفكيرهم، إلى عدم التمترس وراء أشياء خاصة وتفكير
بمنظومة معينة محدودة العدد، وإنما يفكروا ب 23 مليون إنسان يستحقوا الحياة، يستحقوا أن يكون لهم مصير وحياة ومستقبل طبيعي ومثل أي إنسان على وجه هذه الأرض. صحيح بالفعل، بس إذا ما يعني أيضا رجعنا تابعنا معك قليلا بالأيام التي مرت بمفاوضات جنيف هذه المرة، يعني علمنا أنه كان في خلاف بين وفد المجتمع المدني ووفد النظام بالأمس، هذا صحيح؟ وهل ما زالت الخلافات أصلا؟ الخلافات موجودة بين الجميع للأسف، والسوريون قال أحد الكتاب في يوم من الأيام السوريون مختلفون، وكانت مرحلة مأساوية في وقت من الأوقات، والآن يتكرر هذا الشيء، وله من العمر 9 أعوام عجاف مرعبة مريرة. الوقت بالنسبة للسوريين حقيقة مرير جدا، ومن هنا عودة إلى أجندة أو سقف زمني الذي يجب أن يتوفر. الاختلافات موجودة لأن السوريين للأسف لا يتحاورون، وأثبت اليومان الماضيان بهذه الحقيقة، أثبت هذه الحقيقة، ونعتقد أن كثير من الجليد ربما لم يذب، لكن تكسر كثير من هذا الجليد، وهذه مسألة مهمة. على الأقل هناك خطوة باتجاه أن يكون هناك حوار. بس ما الذي سيتم مناقشته الاثنين بهذه الحالة مع عدم وجود يعني أجندة كما قلت حضرتك دكتور؟ ما سيتم مناقشته بين 45 وبتيسير المبعوث الدولي وبوجود الرئيسين المشتركين، على الأقل تحديد للخمسة أيام القادمة بما سيكون عليه النقاش. ومعروف أن المهمة الأساسية الموكلة على عاتقه هؤلاء هي كتابة دستور جديد لسوريا، دستور يرقى إلى طموحات السوريين، منسجم مع القرارات الدولية، ولا يعيد مرة أخرى تلك السنوات التسع المرعبة. نعم. طيب أيضا يعني دكتور، حضرتك يعني واضح أنه نظرتك متفائلة، بس كذلك كان في كتير انتقادات لما حصل بالأيام الماضية، رح أرجع معك عليها. موضوع أنه رئيس وفد النظام رفض أن يكون هناك لقاء ثلاثي مع طبعا رئيس وفد المعارضة وسيد بيدرسون، هذا الموضوع صحيح؟ وكيف يمكن أن يؤثر يعني بظل وجود هكذا مواقف ما زالت رافضة لهكذا نوع جلسات؟ لست متفائلا تماما، لكن أنظر إلى الموضوع بشيء من الإيجابية، بأن العملية السلمية أو الحل السياسي هو الطريق الوحيد، بحكم أن العمل العسكري أثبت فشله بالمطلق. هذه الصعوبات التي تحول الآن دون كسر هذا الجليد، ويلتقي الرئيسان المشتركان لهذه اللجنة، هذا ربما أمر متوقع وطبيعي، لأن هناك ضفاف متباعدة جدا عن بعضها. وحقيقة أتى تلك المقابلة في التلفزيون بالأمس، ويعني زادت من حدة الأمور بأن شيء من التبرؤ من قبل النظام لاتجاه هذا الوفد، بأنه هو مدعوم من الحكومة. قبلنا ذلك، مدعوم من الحكومة، ولكن هذا مخالفة حقيقة لما تم الاتفاق عليه. الخطابات التي تمت كانت سببا بإحداث تشنجات وسجالات حدثت ليست طبيعية، وهذا ما لا تحمد عقباه، لكن تم تجاوزه ومر اليومان كما يقال بشكل عادي. يتوقع أن أيضا تكون هناك حالات من التوتر، لكن عندما يعود الإنسان السوري إلى عقله وضميره والتفكير، ليس الآن تفكير بالأولاد والأحفاد، أعتقد أن السوريين يعودوا للتفكير بأن الدستور الذي سمح في وقت من الأوقات بأن يمر على سوريا هذا المرار وهذا كل هذا الدم، أن لا يكون هناك إلا دستور لا يسمح على الإطلاق بأن يمر بسوريا ما مر بها. نعم. الأمور على درجة من الصعوبة، ولا نعم. أعتقد أن إيجاد دستور أو لجنة دستورية تستطيع أن تجد نعم. حلا في سوريا. طيب. الحل متكامل، وهناك عناصر أخرى موجودة في القرار الدولي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار.
شكرا جزيلا لك دكتور يحيى العريضي المتحدث باسم هيئة التفاوض، كنت معنا إذن من جنيف. إذن مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام ساعتي حدث اليوم، شكرا لكم على كرم المتابعة وإلى اللقاء.